عليكم ومرحبا بكم إخواني أخواتي على هذا الفيديو، نزولا على طلب بعض المتابعين والمتابعات. سولوني على طريقة إعداد الشاي المغربي بالنعناع أو أتاي، حنا نقولوا للأتاي أو الشاي باللغة العربية. أول حاجة غادي نحتاجو هاد الغلاي اللي غنغليو فيه الماء بطبيعة الحال، وهاد الغلاي إخواني من الغليات الكهربائية. أنا غادي نعطيكم الاسم ديالو، سميتو كيتشن لاب، مزيان تقريبا لتر ونصف، فيه حتى ديال لترين، مزيان وكيسخن الماء بسرعة. نمشيو ونوريكم إخواني أخواتي، نعمرو بالماء وتابعوا الفيديو من الأول إلى الآخر، وما تنساوش لايك والاشتراك فضلا وليس أمرا. هنا إخواني أخواتي غادي نحيدو هاد الرأس ديال الغلاي، نحطو الماء، نديرو الماء ديالنا بطبيعة الحال، نحطو الشابو ديالنا، ناخدو نحطو هنايا ونديرو يغلي ونشعلو هنا كما كتشوفو، هو الماء غادي يطيب، نتسناو تقريبا أقل من دقيقة. غادي نحتاجو النعناع بطبيعة الحال كلكم كتعرفو يكون فريش، وغادي نجيبو براد على حسب أعداد الأشخاص كما كتشوفو. هذا هو البراد إخواني أخواتي. نحتاجو الشاي والسكر. كل لحظة معاك كنحس بالسلام، ضحكتك تسرقني. ناخذ تقريبا ملعقه صغيره او ملعقه ونص ديال الشاي، وهذا النوع ديال الشاي الشعره، نحطو هنايا. ناخذ السكر على حسب الذوق، وهنا اخواني اخواتي ها الماء طاب دينا مع نيشان، كنضيفو الماء. دل كي دهرك انتري نام كي كونج معاك، نكون في كل لحظة موجود. ترجو البريق ديالو طبيعة الحال النعناع هو الأخراني. مرحلة ديال نطبخو ضروري الشاي، نحطو على النار، نجيبو هكا كنشوف الدنيا زاهية، معاك ننسى الهموم، نخليه يطبخ يا اخواني بطبيعه الحال. كل لحظه مع حتى كتب لكم واحد الكشكوش كطلع كيطبخ مزيان، ضروري هذه المرحله. احنا هنا كنخليو الشاي يطلع كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي، مجرد ان الشاي يطبخ ونشوفوا صحاد كيف حال هذه القضيه. غادي نضيفو ليه النعناع، وهذا هو الشاي المغربي. هكا غادي نحركو أتاي، أنا درتو شوية قاصح بحال، كنحركو باش نغمق الشاي مع السكر. مرحبا بكم، قبلوا عليا، ما تنساوش اللايك والاشتراك بطبيعة الحال. هكا حركنا الاتاي، وما بقى لنا الا نجيبو النعناع. هذا هو النعناع ديالنا، نحطو النعناع هكا، نبرق الشاي هكا. ونقدموه بالصحة والراحة وسخون. غادي نجيب واحد الورقة من هنايا، القطة ديالو سخونة، وهكا هذا هو الأتاي بالنعناع. نتمنى من الله الفيديو يكون عجبكم، وبصحتكم وراحتكم.